يقول بأنه ذهب إلى الحج في العام الماضي، يقول: وكانت نيتي أن أكمل مناسك الحج على أكمل وجه، غير أنني رميت الجمرات في اليوم الثاني بعد صلاة الفجر، فوجدت الناس يرمون الجمرات فرميت مثلهم، ولكن سمعت من بعض الإخوة بأنهم يقولون رمي الجمرات بعد الزوال، ونظرا لأنني لم أستطع الرمي مرة أخرى في هذا اليوم من الإرهاق والزحام، فأفيدوني في حكم حجي مأجوري. ما أفتاك به الإخوة من أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر، وكذلك في الثاني عشر، وكذلك في الثالث عشر، فهو صحيح. لأن الرمي في هذه الأيام الثلاثة لا يدخل وقته إلا بعد الزوال، وعلى هذا فرميك بعد صلاة الفجر في غير وقته سيكون مردودا غير مقبول، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان ينبغي لك أنهم لما أخبروك بأن رميك بعد صلاة الفجر غير صحيح ذهبت في آخر النهار أو في الليل فرميت، ولكن لما لم يحصل ذلك فإن عليك الآن أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء، ويكون ذلك بدلا عن الواجب الذي تركته. وإنني بهذه المناسبة أنصح أخي هذا السائل وسائر إخوان المستمعين أن لا يفعلوا العبادة إلا وقد عرفوا ما يجب فيها وما يحرم فيها، حتى لا يتركوا واجبا ولا يقعوا في محرم. وما أكثر الذين يحصل لهم خطأ في الحج ثم يأتون إلى العلماء يسألونهم بعد ذلك، وربما يكون قد فات الأوان ولا يمكن تداركه، وكل ذلك بسبب أن الناس لا يهتمون في عباداتهم، أعني أن كثيرا من الناس لا يهتمون في عباداتهم، بل يخرجون مع هذا العالم ويفعلون كما يفعل الناس وإن كان على جهل، وحينئذ يندمون. فأنت إذا أردت أن تعبد الله تعالى على بصيرة فتعلم أحكام العبادة التي تريد أن تفعلها قبل أن تقوم بفعلها، حتى يكون ذلك مبنيا على أساس صحيح. نعم، بارك الله فيكم.